سيبكو بريج. من سنتين كده، السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها، وانت نازل بقى كان باين ان سيبكو بريج بعد البيز مش بعد الشمس. هم بس بقى لهم سنه، السنه اللي فاتت كان اول مره يتقال الشمس الاول قبل البيز. انا كنت من الناس اللي دايما بفضل تاخد البيت بعد البيز. ليه بقى؟ لانها اسهل من الشمس، وبعدين طريقه حلها شبه حل البيز. معدل الديفرنشال ايكويشن نعملها انتجريشن، نطلع ثوابت، نطبق الباوندري كونديشن، نجيب الثوابت، بقى عندنا المعادله بتاعت السلوب ومعادله الديفليكشن. اقدر اعوض على ايه؟ السكر بليت، اقدر اجيب ايه؟ الديفليكشن المهم بتاع ايه؟ شبه البيز بالظبط. فانا من الناس اللي بتقول ان لا، كان ممكن احسن ان تاخد بعد البيز، بس ما علينا، خدنا الشيلز خلاص خلصناها، ناخد البليت دلوقتي. في البدايه كده هناخد دلوقتي البليت، سكر بليت، نتعرف اول حاجه الجمبري بتاعه ماشي ازاي، النقط اللي على البليت بنشوفها ازاي، ده مهم جدا، ده بالنسبه لي اهم حاجه. واللود بيجي ازاي على البليت، وايه الانترنال فورس اللي جوه البليت، وازاي نجيب الديفليكشن والسلوب، يعني ده الدرجه بتاعنا احنا نجيب معدل السلوب ومعدل الديفليكشن. تمام كده؟ البليت ببساطه هو حاجه في 3 دايمنشن، بلاط زي ما زي السقف ده بس مدور، بالتالي هو مش 2 دي هو 3 دي. تمام كده؟ 3 دي بس بنقول عليه 2 دي في دايمنشن اللي هم عليه اكس زد. هو مازال مش 3 دي، هو 3 دي امتى؟ لو كان في اكس زد وفي واي كمان، بس ده اكس وزد بس. بالنسبه لنا لو هو 3 دي احنا دايما متعودين ان احنا بنشوف حاجه معموله على 3 دي. دايما لما بنيجي نرسم في الامتحان بيكون رسمنا كده. تخيل ان دي كده سيرفر بليت اهو. ارسمها لك كده. اوعى تغلط وتشوف ان دي في هنا اولها هنج واخرها هنج، لا. الرسمه دي يا جماعه اول ما تشوف دي يقول لك دي سيرفر بليت على طول، خيالك تقول ايه؟ يوم واحد يوم واحد سيكشن في نص البلاط. يعني معنى كده ان الهنج اللي على الطرف ده مش اثنين. فاكرين ان الرينج دي يا جماعه اثنين رينج دي؟ زي الرينج دي بالظبط. الفورس اللي فيها مش واحده، لا ده متوزع على الدايره كلها. نفس الكلام هنا برضه. دي مش هنج، مش هنج يمين وهنج شمال. اللي على فكره الاثنين لهم نفس الخسائر بالظبط. ليه بقى؟ لان هم حاجه واحده. الهنجين دول يعتبروا حاجه واحده. ليه بقى حاجه واحده؟ لان هم الهنجات اللي على طرف السيركل بليت داير كده على الداير كله كده. او يبقى ايه؟ فيكسد. يبقى الفيكسد ده على ايه؟ على البليت. يعني كده ان مش حاجه اسمها دي فيكسد يمين وفيكسد شمال، لا ده هو كله واقف. بس انت شايف يمين وشمال، لان انا واقف ايه؟ باخد سيكشن، باخد سيكشن هنا وسيكشن هنا من البلاطه اكس اكس، فانت شايفه ايه؟ شايفه خط مستقيم. ليه تخانه؟ ليه تخانه؟ هنا اسمها تي، تخانه دي اسمها ايه؟ تي. تمام؟ طيب بص لو قعدت الحاجه هنا كده، البليت عندنا سيرفر بليت، سيرفر بليت تنقسم الى نوعين، الدرم، الدرم بليت، اندي ترمال بليت. اندي ترمال بليت هناخد الاثنين، بس دي لو قدرت خلاص الاسبوع الجاي في بره، بس انا مش هنديك ترمال خالص. اندي ترمال بليت تكتب في فاينلز، فبالتالي لو ما خلصتش الاسبوع الجاي ممكن تدور بقى عليه، اندي ترمال بليت بقى ليه اسبوعين، بالتالي لو ما خلصتش مفيش مشكله. يعني دي كانت ايه؟ لو الحين خلصناها خلصناها، ما خلصناهاش مش هيحصل مشكله، لكن اندي ترمال خالص ممكن ناخدها بعد الاثنين. عايزين ثلاث سكاشن دي ممكن نخليها بعد ما يبدا ماشي. الديترمنت بليت بقى نوعين، الديترمنت بليت نوعين، يا اما بليت بليت حته واحده، يعني بليت حته واحده كده، يعني بلاطه كامله، بلاطه كامله مش مقطوع منها اي جزء خالص. تمام؟ يا اما البلاطه تكون مقطوع منها جزء او بيكون عليها ان البلاطه بالظبط البلاطه دي مفتوحه من النص، مفتوحه معمول فيها دايره من النص. تمام كده؟ فبالتالي الشكل بتاعتي اللي هو بلاطه دائريه كده كده، الشكل ده لا دي بلاطه حته واحده، دي بلاطه سيرفر بليت فيها دايره من النص. خلي بالك طريقه حل دي تختلف شويه عن طريقه حل دي. نفس الكلام في الانترنال برضه، ممكن يبقى نوعين، هو ولا هو، يبقى في بلاطه كامله
فاحنا النهارده ان شاء الله يعني لو قررنا وسط يعني انا عايز الاسبوع الجاي دي الاسبوع ده قلت لهم دي تمام؟ لو كان في وقت في اخر السكشن ممكن اجي مساله عشان ما لقيناش اي مشكله يبقى دي السكشن اللي بدات يبقى الخطه بقى ايه؟ ده الاسبوع ده ده الاسبوع اللي جاي ده الاسبوع اللي بعده ده الاسبوع ماشي؟ بس خليك فاكر ان في مهم يبقى مفيش غيره يبقى لقطه كامله يبقى لقطه مقطوعه من النص ماشي؟ لقطه مقطوعه بقى عن النص ده النص طيب نرجع بقى لموضوع تاني البليت بقى بنعرفها ازاي؟ البليت اسمها اول حاجه اسمها اكسس متريكال سيركل بليت يعني اكسس متريكال سيركل بليت يعني لازم حوالين محور اللي بيمر في نص البلاطه هنا عمودي على السبوره كده كل حاجه هنا تبقى ايه؟ تبقى اكسس متريكال يعني ما ينفعش حته من البلاطه في لون هنا بس ليه؟ لان ده مش اكسس متريكال تمام؟ ينفع كلها واللون موزع على ايه؟ على دايره اللون موزع على دايره ليه؟ عشان من مقطع اي سيكشن لازم تبص اي يعني اكسس متريكال بليت تبسطها يعني اي سيكشن اقطعه كده بالنص على اي زاويه يتسل الغلط نص يمين زي نص شمال لو الكلام ده ما اتحققش يبقى مش الموضوع بتاعك خالص مش الشرط اللي احنا بنعمله تمام؟ بيبقى حاجه ثانيه خالص احنا بنعمل اي محور اقطعه ايا كان مايل لازم يطلع شمال زي يمين لازم يطلع شمال زي يمين يعني ما ينفعش مصر تحط النص ده بيكسل نص البلاطه من هنا هنا تمام يبقى القوانين اللي احنا بنشتغل فيها في سيكل بيت ما تنفعش يبقى ده اول اتفاق ايه بقى السيمتر التاني ايه السيمتر البلاطه سيمتر يعني البلاطه كلها حته واحده خانه واحده اللي عليها نفس الريكشن اللود سيمتر يعني ما يبقى اي سيكشن بتطلع له مش كله يمين زي شمال البام كونديشن اللي هي السبورت اللي ايه سيمتر دي حاجه بسرعه طيب الحاجه الثانيه بقى ايه المحاور اللي بنشتغل بيها؟ واضح طبعا ان دي دوائر دايره مش هينفع معاها اكس وواي مش هينفع معاها ايه؟ اكس وواي لازم نشتغل بورا كله زي جيبيس كده بورا كله نشتغل بار وار سي ار وار سي ايه الار؟ الار بقى دايما محور بناخده من مركز الدايره من مركز الدايره تحس ان في النص هنا الارض جامد الارض سيف طب انا عايز نقطه هنا النقطه دي الارض بتاعها كام؟ تعالى اهو تقوم راسم دايره هنا تقوم قايل ايه بقى يا باشمهندس؟ النقطة دي لو دي نقطة ايه يبقى دي عشان هنعرفها لك هقول لك دي ليها باور. طب انا اسألك سؤال، طب انا عايز الريفليكشن عند ايه؟ طب ما تقول عايز الريفليكشن عند مين؟ هو الارض مش هي اكسس متريك؟ يبقى الريفليكشن عند ايه؟ هو عند مين؟ الريفليكشن على الدايرة كلها واحد لان هي متماثلة عشان كده تكون اكسس متريك متماثلة مع المكان. فبالتالي ايه وبي ايه؟ هما ايه؟ هما واحد. يبقى نقطة ايه اعرف منين مكانها هي ولا ار نقطة ايه زي نقطة دي بالظبط اللي هم على دايرة واحدة تمام فين السيتا ومع انها ما تعملش ما تكملش مكانها السيتا هي الزاوية اللي باخدها كده الزاوية اللي باخدها كده ليها لازمة عندي في القوانين ولا ليها اي لازمة بس ده ازاي ايه ميزتها؟ طب ايه الفرق ايه الفرق بين ايه عن بي؟ يبقى انا سبب الاثنين بي لهم نفس الديفليكشن ونفس الاسلوب ونفس كل حاجة يبقى انا هيخش معايا سيتا في الثبات؟ لا سيتا مش هتخش معايا، بس عايز اعرف فين سيتا بس، تمام؟ لان انا بعد شويه كده هقول لك ان البليت فيها اثنين مومنت، فاكر الشيل فيها ايه؟ اثنين مومنت، البليت فيها اثنين مومنت، الشيل فيها ام باي وام سي، هنا في ام ار وام سي، زي ما في سيتا في الموضوع في البليت في الشيل فين بقى بين ار وام سيتا؟ ونحسبهم ازاي؟ ده قدام شويه. طيب لو جيت اخد نقطه هنا طبعا نفس اللي انا عايز اعمل ده عند مين بقى في دي ده مهم قوي يا راجل زي في الامتحان دي من بي 3 نشوف ازاي يعني في دي الاقي نقطه خارجه من النص كده تتحرك ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال طب ليه مش ناحيه اليمين يا باشمهندس؟ يا باشمهندس النقطه اللي هنا دي بالظبط طب دي ايه؟ هي هي نفسها النقطه ايه اللي هنا دي؟ فلخص لو انت عارف حساباتك كلها ناحيه الشمال ناحيه اليمين زيها بالظبط طيب حلو قوي يبقى نقطة ايه يا جماعة نقطة ولا دايرة؟ ايه نقطة ولا دايرة؟ دايرة طيب تاني حاجة بقى لو حصل ديفليكشن للبلاطة دي بيحصل كده تلاقي البلاطة دي عملت كده كده حلو كده؟ طيب هل ممكن تطلع فوق عشان انا عايز حاجة هنا يبقى نقطة ايه يا بابا؟ الديفليكشن هنا المسافة الأرضية دي بتبنى عليها ايه؟ بتبنى عليها ايه يا جماعة؟ ايه؟ الفي
تعمل كده. ده طبعا خلينا نقول انها حاجه سهله اسهل من الشمس، رغم ان الشمس برضه سمنت، بس الشمس مشكلتها انها مش على مستوى واحد، لا مستوياتها بتتغير. يعني هي من فوق تشوف ملوائي كتير، ولو بصيت كمان عليها تلاقي كمان عندك يعني ناس كتير فعلا لانها بتتحرك من مستوى الافق ومن مستوى الراس. طب ليه اسهل؟ لانها في مستوى واحد، ده بيسهلها خالص. تمام؟ حاجه عايز دي بقى حاجه يا جماعه هناك كان الميجر بتاع الاسم مين؟ النقطه دي كان ليها مين؟ مين؟ بيقول عليها ايه؟ مين؟ في داش اللي هي بتبقى بتنسى كده صح؟ بتنسى كده هي نفسها عندنا برضه بس المره دي بيقول عليها فور بنسميها فور. لخبطه بقى الشيرت الفاي كانت في ايه؟ لما ناخدها مع محور الرقص الليتس الفاي هي نيم السلوك هناك الديفينيشن بتاع الشيرت السلوك تمام؟ عشان السلوك خاص تحاول تعرف هنا في البليت لا الفاي يا جماعه هنا السلوك حاول في الامتحان خد لك بقيت كده ما بين مسافه الشمس ومسافه البليت دقيقه او دقيقتين اشرب ميه بدل ما تدخل الميه بعض. طيب خلاص يبقى انا مش عارف مش عارف هو يعمل ايه بس على طول الدم كده هو كده. طب ايه العلاقه بقى اللي تربط الريفليكشن بالسلوك؟ ده لو انا عايز اعمل ديفليكشن هي تقديم ديفليكشن بيخطط بطل السلوك ولا بيكمل السلوك؟ بيكمل السلوك. بالظبط كمل السلوك تجميع السلوك يدينا كنت كمل ايه؟ السلوك يدينا الفار. طبعا بالنسبه لايه؟ بالنسبه دي اه. ليه؟ لان المكان بتاعي هو الريس ما عنديش غيره. عندي محور تاني للارض. هل هو الطيب على رقم ايه؟ لا مفيش اي دايمنشن تاني غير الارض. طيب بس مش كده. انا قصدي هو قرار غلط. في سالب هنا يا جماعه، في سالب. ليه؟ بص كده هسالك سؤال، نص السلوب بكام؟ السلوب صح كده؟ وفي الاخر بزيرو، بس خليك معايا واحده واحده. هنا السلوب بصفر. الديفليكشن ايه؟ ماكسيموم صح كده؟ كل ما ببدا اطلع كده السلوب بيبدا ايه؟ والديفليكشن بيقل بعد كده في اشاره سالب في اشاره سالب وهم معاكسين ماشي؟ طيب تعالى بقى نقول طيب البليت بقى جواها ايه؟ البليت جواها ايه؟ البليت لما بتنحني لا بعد ما بحط الديفليكشن عارف البليت بعد ما بتنحني اكنها عامله زي اكنها شنطه يعني بعد ما بتنحني بعد صلاه الديفليكشن تبقى عامله زي الطبق بعد ما شغال الريكشن تبقى عامل زي الطبق كده او شيء اللي ماشي مكروه اللي ماشي مكروه افضل ماشي بعد ما تمشي كده ده ايه بقى؟ اكيد ده مش مجرد انا بقول لك بقى الحل يبقى ده ايه؟ مومنت ده مومنت البيت بقى فيها اثنين بيني مومنت فيها مومنت اتجاه الريكس فيها مومنت اتجاه ايه؟ اتجاه الريكشن المومنت اللي في اتجاه الريكس بنسميه ام ار يبقى عندي اثنين مومنت عندي ام ار وام اس عندي ام ار اكس اشوف ايه المهار ازاي ايه ستة ازاي او تعالى كده نتكلم مع بعض تخيل انت معاك طبق طبق عامل واخد شكل بحر تعالى حط الطبق كده هتلاقي فيه خناق انزل كده راسي هتلاقي نفسك طالع نازل كده في الطبق صح كده؟ ده بيكون عليك اتجاه نص القطر الخناق صح كده؟ ده اللي بيكون ده اسمه ايه المهار المومنت كده اسمه ايه المهار حلو؟ معايا؟ انا لو انا عامل طبق كده حطيت صباعي على خط الطبق ونازل وطلعت تاني وده اسمه ايه؟ ده اسمه ام ار ده الخناق اللي فيه المهم ام ار. طب ليه نسيت اشوفها ازاي؟ تخيل ان الطبق ده قسمه مجموعه دوائر دوائر كتير جوه حلو كده؟ وامشي على دايره دايره كده كده هتلاقي في خناق تاني جوه الطبق صح كده؟ امشي كده تمام؟ امشي كده كده هتلاقي في خناق تاني جوه ده اسمه ام ايه؟ هو ده الام سي يبقى في خناقين اهو على السلوك الخناق اهو ده اسمه ام ار حلو كده؟ وفي خناق تاني لو مشيت كده اسمه ايه؟ ام سي اسمه ام سي تمام كده؟ الامتحان شايف كتير تبقى عارف اتجاههم ازاي؟ ممكن تعرف القانون بتاعه ايه؟ تعرف ازاي فورميليشن او تعمل فورميليشن بتاع القانون دوت تجيب له السؤال ده بس انا حاولت ابين لك ايه هو المثل ببساطه خالص لو حبيت اشوفهم هنا في الرسمه دي بقطع قطعه بعمل قطعه كده بتحاول ايه؟ توريهم ممكن اطلع اقطع مرتين خلينا نطلع مره كده نطلع البوابه كده وهقطع كده
طب ما عرفت كده هتظهر الوضع بالشكل ده كده. القطعه اللي انا حطيتها دي اقدر اشوف فيها الاتجاه ايه؟ الاتجاه الدوائري اهو، مش اتجاه الدوائري هنا؟ اه ده اتجاه الدوائري، اقدر اشوف فيها الاي بي سي، هنا كده اقدر اشوف الاي بي سي، هنا كده اقدر اشوف الاي بي سي. ده الاي بي سي. في بقى ليه مهارة ازاي؟ محتاجة أركز عشان أشوف ليه مهارة؟ لا القطعة مختلفة شوية عشان أشوف ليه مهارة. بص تعالى نفتح هنا نشوف ليه مهارة، ليه مهارة عشان تطلعه لازم تقطع دايرة، يعني تقطع جزء من الدايرة، يعني هنا أنت تطلع كده تقطع كده. هنا تطلع المهارة كده، فظهر جوه عندك جزء عامل كده. هنشوف ليه مهارة، هنا قطعت مهارة. يبقى أنا عايز أقطع تاني إيه؟ كده. قطعت دايرة كده. هنا بقى اقدر اشوف الام ار هو عمودي على الاتجاه ده، وده هنا ايه؟ الام ار، الام ار بيبقى الاتجاه دوت. يبقى الام ار هو الاتجاه في اتجاه الدوائر، اما الام سي عمودي عليه، الاثنين عمودين على بعض. ده الام ار والام سي. طب لو حبيت اخد سيكشن بقى بره كده، لو انا مثلا جيت رحت انا قايل عندي اهو ادي الدائره كده والدائره كده، حبيت اخد سيكشن كده وسيكشن كده. شايف ان السيكشن ده اللي انا عامله بره ده؟ اهو رسمه بره كده اهو. هنا كده كبره اهو عشان نشوف الام ار والام سي. اهو الام سي ده الام ار اهو ده متزن مع ده، يبقى ده ام ار وده ام ار. الام سي ده او الام تي يبقى ده وده، ده كده الام سي ده او الام تي. شفت الاثنين زي ما عرفوا اتجاههم ازاي؟ واحد في اتجاه نص القطر، واحد عمود عليه، واحد عمود عليه. القانون بتاعهم ايه بقى عشان نخلص منهم؟ ام ار يساوي دي دي فاي باي دي ار زائد فاي زائد مقصود ريشيو فاي على ار. ام سيتا او ام تي سيتا او تي. خلينا نكتب هنا 4 ام تي يساوي دي فاي على ار زائد مقصود ريشيو دي فاي باي دي ار. كل القانون دلوقتي هنشوف هنشوف هنحسب الكلام ده ازاي واحنا ماشيين. Thank you.
طيب ليه معايا الجزء ده؟ طيب بص بقى معادله الديفرنشال ايكويشن بتاعت البيت مختلفه شويه عن بتاعت البيت. بتاعت البيت مستقبلها ايه؟ بنبدا بايه دايما فاكر؟ اللود لان انا ما بقاش عارف الشيء والمهم ببدا بايه؟ باللود هو اللي عندي. البيت لا البيت لما نسبت القوانين بدا بالشيل. ليه بدا بالشيل؟ لان دي تيرمينال. يعني ايه تيرمينال؟ انا عايز ابقى شايف فبالتالي ابقى عارف مين؟ ابقى عارف الشيل. فبدايه الديفرنشال ايكويشن في البيت بتبدا بالشيل ما بتبداش باللود. ايه بقى المعادله اللي هي عباره عن ايه؟ حد سالني ايه دي دي؟ بس هنشوف ايه دي دلوقتي. طيب المعادله بتبقى عامله ازاي؟ دي باي دي ار ايه؟ كده تفاضل ولا ايه؟ كده تفاضل. امتى القوس؟ واحد على ار دي باي دي ار تاني يعني تفاضل تفاضل خلينا تفاضل مرتين باي الكلام ده كله ار باي 3 ار باي الكلام ده كله بيساوي كام؟ في نص في واحد وقطرت في واحد ما ينفعش مكان يبقى فيه الاثنين.
عند ار صفر عند ار او عند ار مثلا نص القطر بتاع الطابق يبقى مستحيل تطلعها. انا قايل لك اهو الاول من الاخر هو واحد وانت عارف تمام ايه هو الواحد هو واحد من اثنين يا باي يا اما ار تمام. تعال بقى عند باي اكس لو عند فيكس بكام؟ زيرو في النص الضغط هنا يعني مثلا بكام الباي؟ زيرو هل في باوند كونديشن هو طيب الام ار لو عندي هنج عندي هنج كتير بالظبط كده بقى لو ما فيش غيرهم ما فيش غير دول بس هم في باوند كونديشن عندي في الضغط يا اما ار زيرو عندي هنج يا اما في نص البلاطه الباي صفر. خد بالك بقى معلومه لو بلاطه كامله دايما الباي في النص صفر بسبب ايه؟ بسبب التماشي غصب عنها بسبب التماشي لازم الباي يبقى صفر لانها بص انت دايما بتعمل كده حتى لو اتقلبت لفوق حتى لو اتقلبت لفوق هي متماسكه يعني لازم النقطه اللي في النص تبقى نقطه انقلاب ماشي؟ لازم النقطه اللي في النص تبقى نقطه انقلاب اللي هي النقطه اللي بيتحول فيها الاستوب من موجب لثاني ولكن النقطه اللي في النص تبقى صفر يعني دي النقطه اللي بتقلب عندها المنحنى فلو البلاطه يا جماعه كامله دايما الاستوب في النص صفر ايا كان شكل الديفورميشن ايا كان شكل المساله لو البلاطه كامله لازم تكون في النص صفر. على الحرف بقى لو فيكسد يبقى الباي كام؟ زيرو ولو هنجد يبقى الام ار بزيرو. ما عنديش باي كونديشن تاني. تمام؟ الا بقى لو في سبرنجات. دي هناخدها ان شاء الله الاسبوع الجاي لان احنا من السكشن بتاعنا مش هنستعمل في سبرنجات. طيب خلاص جبنا السبتين بالمعلومات اللي انا قلتها دي جبنا السبتين اللي عندي. قلت بقى عشان يبقى ديفليكشن اعمل ايه؟ اكمل الباي. اكمل ايه؟ الباي. لما كان الباي مره كده خلاص السنتين اللي فوق السنتين اللي فوق موجودين بالام ار باي بس ليه مش بالديفليكشن يا باشمهندس؟ ما انا لسه ما جبتش حاجه بالديفليكشن لسه ما جبتش خط الديفليكشن نفسها حاجه بقى خط الديفليكشن نفسها خط الديفليكشن بكامل السلوب مره كمان اللي هو خلاص جبت السنتين اللي فوق يطلع لي الثابت الثاني الثابت الثاني ده له علاقه بالديفليكشن والديفليكشن يا في الاول يا في النص صفر يا في الضغط صفر في حاله الايه؟ لو انا عامل فيكسيشن في الاخر يعني المساله اللي عندي دي فين الديفليكشن بسبب؟ عند الاطراف بره الاطراف لو كنت حاطط السبورت ده في النص في النص في النص اه يبقى عادي في النص يبقى في النص الديفليكشن الديفليكشن هيبقى في نص بالظبط يبقى الباور كونديشن فين؟ في نص البلاطه يا عطار طب البلاطه يعني الكامله البلاطه الكامله البلاطه دي البلاطه لو مش كامله يبقى هما مكانين بقى يا اما على محيط الدايره الداخليه يا اما على محيط الدايره الخارجيه هما دايرتين دايره من بره ودايره من جوه يعني محيط ايه يعني مفيش حاجه في نص الطلاق خالص في باب في نص الطلاق ما ينفعش تحط عمود في نص الليفر هم عمود جامد دي مسألة لسه الأسبوع اللي بعد كده مش عارفين هي أهم حاجة بس على عمود عارف النص ممكن عمود نص عمود واحد ده في النص لو بقى بره يبقى العمود على التاني زي زي الشمس كده بتحط الفرس هنا عادي لكن اللي هو فيها اللي هو دي ليها اسم تاني يس سؤال الاسم اربع سنين ما بيجيش اربع سنين اربع سنين من تاني ما عوض تجيب الدي هيطلع واحد ثلاثة ثلاثة ثلاثة
2 3 3 طن متر مربع ده دي ب 1333 طن متر مربع ده كان ايه هناك في الجيم دي ده الاي ار كان في البيت اسمه اي ار احنا كنا بنسميه اي ار تمام هو سبب ايه سبب سبب ده ايه سبب الرقم ده عشان خدت البلاطه على حسب الجيم دي بتتغير على حسب التحاليل دي ليها 15 دي ليها 15 طيب الكيو ار بقى قلنا عشان نبدا المساله في الاول ايه الكيو ار؟ فانا بيجي النص قطر الدايره دي 5 متر. فبنعمل ايه؟ بنقطع سيكشن قلنا بنقطع ايه؟ بنقطع سيكشن. اه ليه بقى انا قلت البلاطات دي ديترمنت بليت؟ ليه قلت ديترمنت بليت؟ لان من بره هنا انا عندي رياكشنات رئيسيه اسمها ايه؟ اسمها ار. الرياكشن الرئيسي ده برضه ليه اسمه ار. الأربع عدايا بص بتوع خمسة صح كده؟ لا عدايا بص بتوع خمسة تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ لازم تعرفوا لازم تعرفوا ازاي بقى؟ هات اعمل ديزاين كده قبل ما تكلم اعمل ديزاين ازاي اعرف الأربع؟ عشان كده هو حد يقول لي 2 أرض يساوي 2 في 10 يعني على إنها هنا بي مش بي يا جماعة على مهمة 2 باي 5 الأرض 2 باي 5 يساوي ايه؟ يساوي 2 باي 5 سكوير طيب 2 باي مع 2 باي ودي مع دي بقى الارض يساوي كام؟ 5 طن مع متر يبقى الارض كام؟ 5 طن مع متر يبقى انا اقدر احسب الرياكشن قبل ما احل المساله دي بتدور في ايه؟ لا لا ولا ايه اللي بتعمله؟ لو امتى بقى مثلا لو حد يحسب الرياكشن لو ايه؟ لو ايه بتدور في ايه؟ لو انا حطيت مثلا سي مثلا في المساله دي ما بقتش عارف انه بيوزع ازاي، ده يروح على الحرف ودي يروح النص، بس دلوقتي انا عارف ان الحمل كله رايح فين؟ رايح على الحرف، كده؟ يبقى الارض كام؟ 5 طن عمل. طيب مش مشكلتنا، مشكلتنا برضه نجيب مين؟ نجيب الكي ار، هنيجي هنا على بعد الدايره بص كلها ار ونقطع هنا سيكشن. تعالى نرسمها بره كده، يبقى انا عندي هنا دايره نص كلها ار عليها 2 طن على المتر المربع. حلو، قطعت سيكشن فيطلع لي اهو كده فعندي 2 طن على المتر المربع جوه و2 طن على المتر المربع بره على الحرف تمام الحته اللي انا واقف فيها دي عندها ايه بقى؟ عندها كيو ار نص القطر هنا ايه؟ نص القطر هنا ار على الحرف من بره في ايه؟ في كيو ار في كيو ار ده اللي جاي منكم يا جماعه بتاعكم لو حد حط الكي ار بتاعته تطلع معاه ازاي؟ حل المسألة خالص. ده الفرق الموجب بتاعه. الجزء اللي قاطعينه جوه شيل عليه الضغط. يبقى الجزء اللي قاطعينه بره شيل عليه ايه؟ نازل. دي قاعدة سهلة ما بتتغيرش. عشان يتزن مع بعض. ها؟ عشان ايه؟ يتزن مع بعض. طبعا انا عندي هنا ايه؟ قلنا الرياكشن بره ده كام؟ قلنا سميناه دلوقتي مع بعض. 5 طن عمال. 5 طن عمال. لك حرية الاختيار تاخد اللي جوه ولا اللي بره؟ أنا شايف الأسهل آخد اللي جوه. يعني اللي بره ده دول دايرتين مثلا هتقطع على دايرتين بس تعالى نعمل مستوى نتأكد إن هي هي نفس الإجابة لازم تبقى نفس الإجابة. لو عملنا هي يا جماعة كان إيه؟ 2 آر كام؟ 2 باي آر يساوي كام؟ يساوي 2 باي إيه؟ آر سكوير بالظبط كده. طيب 2 باي مع 2 باي يطلع كيو ار بتساوي ايه؟ التربيع مع ار يطلع كيو ار بيساوي ار. لو عملت هنا برضه تطلع كيو ار بيساوي ار. لو عملت اعملها من دي جربها من دي تطلع كيو ار بره تعمل الجزاء. بس خد بالك لما تيجي تعمل الاثنين ده اللود ده متوزع على ايه؟ بالظبط اللود ده متوزع على دايره كبيره ودايره مرفوعه منها. فمساحتها تبقى عامله ازاي؟ المساحه بتاعت اللود ده ايه؟ فار 5 تربيع ناقص باي ار تربيع ده المساحه بتاعت الدايره الجزء ده ماشي ده دي دايره قطرها 5 وقطرها الجزء ده باشمهندس طبعا عامل دي ليه؟ بقول لك عشان حاجات احيانا بنعملها من بره فين يا باشمهندس الحقيقه يا لو احيانا ممكن تستعمل ان انت تعملها من بره مساله زي دي مثلا اجي اقول انا هتنقل جايد من بره حط بنت هنا جوه حط اللوك كده اتنين طن على نص نفس المسألة بالظبط، نفس نص القطر خمسة. طب لما تقطع هنا
بره مفيش اكشن ايه؟ هتعمل التزام فين؟ تعمل التزام من بره ولا من جوه؟ جوه. من جوه من بره يعني؟ من بره. تحسب الرياكشن اللي في النص ده الاول. انت في عندك رياكشن هنا انت ما تعرفش خد بالك. في رياكشن هنا انت ما تعرفش خالص. دي احسن لعبه من جوه برضه. دي احسن من بره. تعمل دي تعملها من بره. انما دي احنا بنمشي الرياكشنات بره فنعملها ايه؟ من جوه. فدي ممكن تعملها بالطريقه دي. ليه؟ ساعتها انك ما عندكش رياكشن بره فبسرعه على طول تقدر تجيب كيلو واحد تنزل مع الحاجه اللي بره ده على طول. هو فرق ايه؟ طب دي نص مشروع هنا مره نص مشروع من هنا خمسه. ده انا خمسه ده كيلو فيكس من بره ايه؟ ما عليك كيو ار بي يا جماعه ايه؟ كيو ار بي كيو ار اه فبالتالي هاجي هنا او هاجي كده دي باي دي ار واحد على ار دي باي دي ار ار باي هيساوي ناقص واحد على دي ايه؟ وهنا في ايه؟ ار عملنا ايه يا جماعه بقى؟ حطيت ناقص واحد على دي برضه يا ريت يا ريت دايما تعملوا الحركه دي ناقص واحد على دي ده رقم ثابت خرجوا بره التكامل ما تدخلوش في التكامل ليه؟ الدنيا فاضت بره جوه التكامل السبب ده هيطلع معاك كبير السبب ده هيطلع معاك كبير خلي بالك لان السبب بتاعك هو السبب بتاعك مقسوم على دي لو خدت دي جوه التكامل تمام عايز مسافه معقوله خلي ناقص واحد على دي ده بره رقم ثابت ما تكملوش معاك ما تدخلوش جوه التكامل طيب نكمل يا جماعه كده مع بعض نكمل مع بعض اوكي اصلا عندك كل ده رقم حلو؟ لا مكان فاضي هنا فيه. وال الجزء اللي عندنا برضه في المسافه اكثر من صح؟ انا كنت ممكن اعملها بس. كنت اعرف رقم تاني. نكمل؟ خد بالك فكره ان الكيلو ار بار دي ممكن تشارك على الرياكشن دي. ليه؟ حط رقم خمسه على طول. الشيل بكام عند رقم خمسه؟ ايه؟ هنحط الارض خمسه اه بالظبط يبقى الشير عند الارض خمسه بخمسه يعني الشير هو هو وفعلا الشير طلع بكام هنا في الاخر الرياكشن خمسه بس ده مش هيك عدد طيب عايزين نكمل يا جماعه نكمل بس ممكن قبل ما نكمل ممكن ناخد دي ار تي مكان الناحيه الثانيه بس ده طبعا ما تعملوش بعد كده انا بعمله ما تعملوش بعد كده نكمل كده نكمل كده فالتكامل اللي هيعمل دي حلو كده؟ بعد كده التكامل دي تلاقي واحد على ار دي باي دي ار ار فور ما اللي حصل هنا؟ تفاضل راح. وجابها هنا في ايه؟ في تكامل، فانا كملت الاسبوع اللي ضيعته. اه ناقص واحد على دي، تكامل بقى تكامل ار من ايه؟ ها؟ ار سكوير على دي زائد زائد. كامل بقى بعد ما تكامل مره كمان؟ ايه تكون زائد يا جماعه؟ تكون بقى تكون بقى؟ انا بكمل معاك كامل معاك كامل الطرف اللي ناحيه الشمال عشان تكون تاني بكمل بقى ناحيه التانيه. طيب كام مره قبل ما تكمل مره كمان لازم تغير الارض اللي هنا لانك هتكمل دلوقتي لو دخلت نفس الكلام ده هتكمل ايه؟ هتكمل ضرب دالتين فاول حاجه لو هتضرب في ار فيبقى دي باي دي ار تضرب في ار الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه بقت ايه؟ ناقص واحد على دي هات ار تكعيب على اثنين زائد سي ار بس ده اسمه سي واحد لان لسه ايه؟ في سالب ثاني هيظهر معاك كامل مره كمان كامل مره كمان ده بقت ايه؟ ار باي يساوي ناقص واحد على دي ايه؟ ار اربعة على ستة على ثمانية يا راجل امتى اربعة على ثمانية؟ ستة ازاي؟ مش انت لو بترفع الاس كلها في اس جنين زائد سي واحد ار تربيع على اثنين زائد ايه؟ سي اثنين طب انتوا تكملوا بقى اللي هتجيب له ايه؟ خد بالك انت بتكمل الفاضي في نفس المسألة انت كده جبت ايه؟ الفاضي فاكر ما هو ايه الار اللي كنت كاتبه كان عامل ازاي؟ حد فاكر؟ كان ام ار بيجي بدل ايه؟ دي باي ولا دي ار؟ ما انت هتعمل ايه في باي جنب اللي انت هتفضلهم؟ هتفضلهم في نفس المساله وهنا بقى التوصل بدل ما تفاضل هتكامل وبدل ما تكامل هتفاضل مين اللي بيعرف الموضوع ده؟ اللي بيجي له على الاقل 8 مسائل اللي بيجي له 8 مسائل كده هو اللي بيعرف الموضوع ماشي؟ فلازم تحل بايدك عشان التفاضل ما تكملوش التكامل ما تفاضلوش والدوائر اللي احنا هنكملها هو ده يا باشمهندس خمس تكامل خمس تكاملات خمس تبادلات مش هتلاقي غيرهم خالص. الرجال لو كده صغير خلصهم لك كده. فيهم كام فيهم اثنين هناك ثلاث سنين.
بص فانكشن فور فانكشن فور الانتجريشن بتاعها الديفرنشيشن بتاعها دي باي دي ار كامل. بص بقى خد بالك لما كنا مهم قوي خد بالك حل الكيس اسمها سيستماتيك قوي. حل الكيس سيستماتيك بمعنى ايه؟ كل المسائل بتتحل بنفس الشطاره. يعني كنت هتحل وانت مضمن في الحته بس الشطاره بقى شويه القدرات والكاميرات دول هم اللي بيضيعوا الناس بس عكس سيستماتيك. حتى بعد كده هتلاقيني انا بعمل ايه؟ انا هحل بقى مسائل تاني. انا بديك بقى افكار بقى افكار اللي بالاول افكار بتاعت المسائل. اول حاجه لو عندنا ثابت لو عندنا ار لو عندنا واحد على ار لو عندنا لين ار لو عندنا ار لين ار هم دول اللي هيلعبوا البلاطات. فلو حفظتهم اول ثلاثه من التكتك وصل دول بديهيين جدا دول ماشيين معاك من زمان. بس ليه بقولهم؟ لان انت بتبدل بدل ما بتفضلهم بالكامل. تفضل التكامل الثابت اس سي ار بس تفضل صفر متفقين كلنا على كده صح؟ كامل الار ار تربيع على اثنين بس تفضل واحد. كامل واحد على ار جيت ار بس تفضل ناقص واحد على ار تربيع اللي هو ار ار اس سالب واحد وناقص الاس اللي هو ار اس سالب اثنين بتقسم على الاس ده انت على ناقص واحد على ار تربيع. لين ار تكامل واحد لين ار هو ار لين ار ناقص واحد ده تكامل لين ار. تفاضل لين ار اكيد واحد على ار دي سهله تفاضل لين ار. تكامل ار لين ار ار تربيع على اثنين لين ار ناقص ار تربيع على اربعه اصعب واحد اثنين اكشن واحد واصعب واحد واحد هو بس ده لين ار. يعني لو انت عايز تعرف ايه هو حاجه واحده ولا خلاص بس الار تربيع على الكلمه الباقي كلهم ولين ار وتكامل لين ار. طيب تفاضل ار لين ار لين ار سالب واحد هتشوف حاجه من دول؟ مستحيل تشوف حاجه من دول. الكارثه فين بقى؟ انك تيجي تعمل الارتباط تعمله انت كده. انتوا مش هتقولوا الكلام ده السنين اللي انا بقوله او السنين اللي انا هقول اعمل كده؟ لا هو انت بتحل بقى انت بتحل مش بتاخدش بالك. بالذات في التصنيع هتلاقي دايما انا الناس بتديك ارتباط وانا خلصت بسرعه في السنين. طيب نرجع لمسالتنا يا جماعه نرجع لمسالتنا انسى ده بقى خلاص خلاص ده خلاص ده خليه عندك جدول تبقى تبص فيه قبل الامتحان. نرجع حالا نرجع حالا السؤال بيجي لنا ازاي؟ زي ما بس قايل شويه يا ارض صفر يا ارض خمسه يا ارض صفر يا ارض خمسه في مكان زي في سؤال؟ لا ولازم مكان مفيش مكان فيه اثنين. شوف انا عمال بكرر مفيش مكان فيه اثنين كل مكان فيه واحد. ولو الغلافه مش كامله يبقى على الدايره الداخليه واحد وعلى الدايره الخارجيه واحد تمام؟ طيب هنا على ارض صفر الموبايل بكام؟ بسرعه بقى هو بكام؟ مسافه سي 2 بكام؟ دايما البلاطه لو متصله سالب 2 بسرعه. ليه؟ طول عمر البلاطه وهي متصله الفايت بنص بسرعه. طيب عند ار بخمسه الفايت بكام؟ برضه بسرعه. ما فيش حاجه. اذا حط صفر بقى هنا فاي يساوي ها يساوي ايه بقى؟ يبقى مش واحد ناقص واحد هتلاقيه بيساوي صفر يبقى القوس هو اللي بيساوي صفر. يبقى كام بقى عندي؟ 5 اس 4 على 8 زائد سي 1 5 تربيع على 2 من هنا يطلع سي 1 ناقص 6 وربع. يبقى كده خلصنا السؤال خلاص. يبقى اذا اقدر اجيب بقى فرض. حد يقول لي فاي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ ناقص 1 على 2 اقسم بقى على فرض. في حته هنا في حته حلوه. اقسم دي على ار وانا بعمل امتى؟ سرعة تقسمها على ار غير لما نعمل الثوابت ده. ليه بقى؟ عشان الاكزاك ده لو قسمت على ار س2 بيبقى على ار. فلو جيت اقعد بره عند صفر وما كانش السلوب صفر هتلاقي راس المال هنا.
ما انا بعد اذنك سيب دي كده وانت تاني للسواد ما تسيبش على ارض الوقت خلاص الصور بعد كده اسم عبار حتى تبقى اسهل. طيب عوض بقى كده معايا اسم عبار كده يبقى دي ارضك تجيب على كام؟ على 8 السالب قدام كام؟ 6 وربع ها؟ وقرع ال 2 ها والسالب ده بكام قلنا؟ 0 كده جبنا ايه؟ جبنا فوق كده جبنا فوق. طيب لو تعرف بقى تجيب لي ايه مهار وايه نسيتها؟ تعرف تجيب لي ايه مهار وايه نسيتها؟ تعال نجيبه من الناحيه الثانيه انا همسك الجدول ده خلاص. ايوه يا باشمهندس المهار بيساوي ايه؟ باشمهندس كاتب ورايا دي اهي دي فاي فاي دي ار زائد كوسونس فاي ار انا ما عنديش كوسونس ريش صفر انا افتح الجزء ده يبقى اذا كان المهار بيساوي ايه؟ دي دي فاي باي دي ار تعالى بقى نجيب دي فاي باي دي ار هنا تفتحها على طول دي فاي باي دي ار هنا عم فاضي بقى دلوقتي عم فاضي اهي فاضي كده بتنزل 3 يبقى 3 على 4 تربيع على 8 ناقص 6 وربع على 2 كده انا فاضي. طب مش محتاج بس محتاج فاي على ربع كمان احنا محتاجها فاي على ربع يبقى ازاي؟ اقسم دي على ربع يبقى كام بقى؟ يبقى ماينس 1 على دي ار تكعيب ار تربيع على 8 ناقص 6 وربع على 2. طب تيجي نعمل هنا طب ما انا عندي دي دي فاي باي دي ار عندك دي فاي باي دي ار اه ده جاي اهو خلاص يبقى لازم دي تساوي ايه؟ ناقص 1 بره كده اهي 3 ار تربيع على كام؟ على 8 ناقص 6 وربع على 2. طب نعمل نعمل سيتا او نعمل او نعمل تي نعمل سيتا او نعمل تي هو ايه؟ دي فاي على ار زائد كوسونس دي فاي باي دي ار. طبعا لو في كوسونس بس المعادله تكبر عوض كده يبقى عندي ماينس 1 اهي ار تربيع كام؟ ار تربيع على 8 هي ناقص 6 وربع على كام؟ على 2. يبقى اذا لو انا عايز اقسم الام ار والام تي اه بنقسم واحد في ناحيه وواحد في ناحيه. ليه بقى؟ لانها ايه؟ اكس سيمتري اكس سيمتري بس انا عايز اعملها عشان اقول لك على حاجه. حط كده عند حط الار بصفر هنا يا باشمهندس بطل الكلام يا صلاح حط الار هنا بصفر تطلع كام؟ 6 وربع صح ولا غلط؟ 6 وربع على 2 اهي حط هنا الار بصفر يبقى الام ار بكام؟ نفس البوست بتاعته زي مين بالظبط؟ 6 وربع على 2 حط الام ار ب5 تطلع ب6 وربع تطلع رسم معاك عامله كده 6 وربع فوق والنيجاتيف و6 وربع تحت من البوست على 2. طيب ده الام ايه؟ الام ار ما بنرسمش الناحيه الثانيه ام ار بنرسم مين؟ الام تي لانها نفس الناس بنت مش محتاج ارسم نصين نص واحد ام ار نص ام تي يعني اعمل كده وفرت بس هو يعني ليه بقول لك كده؟ ده برزنتيشن كويس بيخلي الدكتور اللي صعب في العين تتعمل زي الفريق تاني زي ما بيتقال اللي هو مبسوط منك فاهم؟ فكده تبقى الدنيا حلوه بس يعني بقى ما علينا. بص حط بقى الام تي بصفر حط الام تي بصفر هنا تطلع ايه؟ 6 وربع لازم عند ضرب صفر لازم الدي بقى تطلع ام ار ليه؟ لان انا لسه ما بداتش لسه ما في ام ار بس الام تي لسه ما بداتش يظهر ما النقطه في النص يعني لسه الدرجه ما بداتش تظهر يبقى الاثنين زي بعض بالظبط 6 وربع في الاخر بكام؟ ها الام تي هنا في الاخر بكام؟ هيطلع بصفر هيطلع بصفر هيطلع بصفر معوضة ليه بقى؟ لان دي اصلا من ناحيه بيكسل الدايره اللي داخل دي اصلا ممنوعه اصلا خالص دي جايه بلاط لكنها ايه؟ ليس لها اي وجود عشان اسلم على الناس والناس اللي اسلم على الناس والناس طب ما تقدر انت تسلم كل واحد واحد مش بس عادي صح يا بطل بس ضيعت ايه؟ لا بقى اه ايه ده الدكتور يا ابني عايز يوقع بص ما اسمين بقى عشان اخلص المساله اجيب الديفليكشن. الديفليكشن بيساوي ناقص كام فاي دي ار عندك فاي كملها يا صاحبي كام فاي؟ ايه؟ كام كده معايا؟ ايه؟ لو واحد هتجيب اول حاجه السالب السالب ده دي ميزه بقى هنا دايما هتلاقيها لو انت طلعت ناقص واحد هتجيب بره وانت بتكامل في الديفليكشن هتلاقي السالب بتاع الحكم بتاع الديفليكشن ده بيروح مع السالب بتاع
ده لو واحد كمان بيلعب خلاص واحد هيديه بره دايما هيلاقي وقت الريفلكشن واحد هيديه كل المسائل الباطله اللي بتلعب تمام. فانت بره كده بتعمل لنفسك خطه عمل كده تبقى ثابته كل المسائل تمشي عليها ما تقدرش تستغرق في الحل. خليه يستغرق في الحل هيكمل جدا المستوى اللي انت ماشي فيه ده ماشي فيه عضل. ها كامل بقى يا باشمهندس كده كامل هنا اهي ها كامل هنا 5 4 على 32 ناقص 6 وربع اهي ار تربيع على 4 زائد سي كام؟ 3. قلت لك هنا بقى ما تلاقيش المكان تعرف في الديتكشن في نص الضغط هيبقى طب لو انت تعرف لازم يبقى سيرف الديتكشن لان احيانا هيكون مسائل فيها زي ايه؟ الديتكشن في سيرف الديتكشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيو الديتكشن عباره عن كيو مش الار كيو في الديتكشن يبقى الديتكشن ار كيو على طول ار كيو. خد بالك اختار كده لسه كتير مع السطور بس يعني اتقال كده بالسكه السكه واحنا ماشيين عند ار بكام تعرف الديتكشن؟ 4 5 4 5 عند ار ب5 صفر ايه؟ اه انت لسه ما زلت من الديتكس انت عايش في الديتكس لحد دلوقتي الار ب6 بدل الشمال بدل اليمين لا احنا دايما يا جماعه دي من النص وبنزيد بنزيد بره دوايق دوايق ها الديتكشن بكام؟ سيمش هنا مش لازم يبقى زيرو لو قلنا في اكسل سبريد كان يبقى عباره عن كيلو تمام كده؟ ها عوض كده حط الديفليكشن بزيرو يبقى واحد على الدي ها خلاص بقى لو ليه هتكون حاجه مش مالهاش لازمه لو الديفليكشن بزيرو يبقى الموت بزيرو يبقى ايه بقى 5 تربيع 32 ناقص 6 ناقص 4 ناقص 6 وربع ار ار سوري 5 تربيع على 4 زائد 6 3 بيساوي كام؟ من هنا 6 3 هيطلع حلو كده؟
يبقى لو الام ار بصفر وانا قايل المفروض ريشيو بصفر يبقى لو الام ار بصفر يبقى اذا مين اللي بصفر يا جماعه؟ دي باي باي دوت دي باي باي دوت تمام؟ يبقى من هنا خلاص اقدر اجيب سي واحد اكتب بقى عندك اللي معاك الارقام سي واحد هيطلع معايا بناقص 18.75 اللي عادي خالص تيجي عند الديفليكشن نفس الديفليكشن هو هو طبعا خلاص السالب ده مش السالب ده هيكون هنا ناقص كام ده السالب ده؟ ناقص 18.75 هات هنا بقى الديفليكشن ولا حاجه هي بالظبط بدل دي 6 وربع بقت كام؟ 18.75 هيطلع سي 3 هيتغير سي 3 هيبقى 97 بوينت 6.5 وبالتالي الماكسيمم بتاعك انت بتقسم على ايه؟ هيطلع لك من فوق 3 من فوق 7 3 من طبعا ها رسمه الام ار اللي انت ايه؟ تتغير خالص لان انا غيرت السابق السابق ده بقى 6 وربع بقى كام؟ 18 18 18 كام؟ 75 7.5 وده 18.75 كده المسألة اتغيرت خالص لانها ألاحظ إن الديفليكشن زاد ولا قل؟ كان بيقول هو بقى بيقول 7 قل بس زاد ليه زاد؟ لأن أنا اخترت بقى هنا طبيعي لو انا بزوقي بلاطه طرفها فصلها غير لما زوقها وطرفها ممنوع من الدوران خالص. وبالتالي عشان كده ايه؟ اتوقع ان الديفليكشن يزيد. ان شاء الله الاسبوع الجاي هناخد بقى ايه؟ هناخد البلاطه لو كانت لو كان السبورت في ايه؟ في النص. وهناخد روتيشنال سبرينج لو كان في روتيشنال سبرينج على الطرف ولو كان في اكسل سبرينج وهناخد البلاطات اللي هي مقطوعه من النص وهناخد البلاطات اللي فيها كوبات. كتير هنا كان وان زوم. ايوه يا جماعه الشيب في المساله اللي انا حددتها دي هو زون واحد ثابت لان زون ناخد الشيب من اولها من النص لحد ما تحط الحرف هو واحد ما بيتغيرش نفس الشيب المره الجايه لا هناخد مسائل الشيب ممكن ايه؟ يبقى ليه اكتر من قيمه على حسب انا فين بالبلاطه الشيب يكون بيتغير يكون عليها مالتي زون بلاطات مالتي زون ده زون واحد الثانيه مالتي زون ان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل بزنس